يقول السائل: ما حكم ترك العمل الصالح المستحب خوفا من الرياء؟ هذا من الشيطان، هذا من تخذيل الشيطان. اعمل العمل الصالح وأحسن نيتك، أحسن نيتك، لا تترك العمل خوفا من الرياء، هذا من الشيطان، تخذيل من الشيطان. بل اعمل وأخلص لله، ولا أحد يمنعك أن تخلص نيتك لله عز وجل. نعم.